رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع شركة جاد المحدودة للمقاولات. تعالوا نشوف إيش عندهم مشاريع وتفاصيل. تعال. وكمان الآن مع المهندس أكرم قايد الحرملي المدير العام للشركة، شركة جادة المتكاملة المحدودة. حابين نتعرف عليك يا مهندس أكرم منذ بدايتك وحتى وصلت إلى هذا المستوى. طبعا بداية حياكم الله، شرفتونا الزيارة هذه. الله يخليك. نشكركم على الزيارة. طبعا أنا أكرم قايد الحرملي، يمني الجنسية، مواليد شمال صنعاء. بدأت طبعا حياتي العلمية في مسقط الرأس، مدارس حكومية، الحمد لله تعلمت. فأثناء طبعا ارتبط معها حياتي العملية من أول متوسط يعني. ما شاء الله تبارك الله. فبدأت في مع الوالد، مرافقة الوالد، يعني أروح معاه في العمل، أروح معاه في أثناء الإجازات الصيفية، أثناء الفرص، أثناء الكذا. فطبعا مع الوالد لين جاءت يعني ثالث ثانوي، جيت في عام 2014. نعم. فمع الأزمة هو الكذا خلصنا، وجيت 2015 الأزمة في صنعاء وكذا. ففكرت وقلت أروح المملكة. نعم. وكنت متردد بعض ما من السفر للمملكة، يعني الهجرة والاستثمار والكذا. نعم. فشجعني يعني الوالد، قال روح ما بتخسر شيء، شفت الاستثمار طيب والعمل كذا، استمريت. شفت الأمور مش طيبة، زرت بيت الله ورجع، وزرت الرسول ورجعت. نعم نعم صحيح. طبعا دخلت أنا، عندما دخلت في 2015 يمكن شهر 4 شهر 5، دخلت شفت غير ما كنت متوقعه، يعني أكثر ما كنت أتوقع يعني بمئات المرات. ما شاء الله. شفت الأمن والاستقرار، شفت الرخاء، شفت الازدهار، شفت الإنشاء، شفت يعني عندما بنتقل من دولة فيها حرب وكذا إلى دولة مستقرة أمنيا وبأعلى يعني الاستقرار، مو زي بعض الدول يعني. صحيح صحيح. الحمد لله. فقلت خلاص قررت، يعني بدأت يمكن ثالث شهر من دخول المملكة بدأت في العمل منشأة محلية. نعم. اشتغلت والحمد لله استمريت في مقاولات. طبعا احنا مجالنا من عهد الوالد والكذا مقاولات. نعم. من في اليمن وكذا، وهنا طبعا دخلت في المقاولات. مهندس أكرم، حابين تذكرنا بعض المشاريع والخدمات اللي بتقدمها؟ طبعا شركة جاد هي شركة خدمية، هذه واحدة من الشركات اللي أنا أملك. شركة مقاولات نتعرف خدمي بدخلنا الوطن والمواطن في نعم. كل الأشياء، سواء كان إنشاءات أو سواء كان بنية تحتية أو سواء كان. فالمشاريع اللي تخصصنا فيها هي البنيات التحتية والإنشاءات، يعني مقاولات. نعم. طبعا المقاولات اشتغلنا عدة مشاريع. نعم. فيها من مسار قدار الحرمين في جدة. نعم. ساهمنا فيه في العمل معه. اشتغلنا كمان في الخبر، مشروع الأجيال مع أرامكو. نعم. من ثم اشتغلنا في مطار الملك عبد الله بجيزان في البنية التحتية. طبعا اشتغلنا مخطط نخلان في جيزان تبع الشركة الوطنية للإسكان، مخطط إسكان. بعدين حولنا على نيوم، اشتغلنا مشروع في شتى العلا، وشاركنا في مطار العلا بس مشروع بسيط كان. نعم.
بعدين حولنا على نينجا، ما انت عارف رؤية 2030، صحيح. والمدينة هذه أصبحت وحتصبح أفضل مدينة في العالم. نعم. فخلص سلطنا الضوء على نيوم بالنسبة للمقاولات. اشتغلنا عدة مشاريع، من ضمنها في زيرو نيوم دلاين، بداية نعم. دلاين البنية التحتية، واشتغلنا الجزيرة الرياضية في هناك من بنية تحتية وأسفلت وكذا، اللي عملوا فيها الحفل. المنتدى الرياضي، المباريات هون نعم. كانت كرة سلة نعم. اللي عملوها قبل يمكن سنة وشوي. نعم. بعدين اشتغلنا في طريق الجبل، فتحنا طريق لدلاين اللي يمتد مع دلاين، وشغالين في محميات العصيلة، اشتغلنا في محميات العصيلة حدائق كبيرة ما وكذا. شاء الله ما شاء أيوة، الله. والحين شغالين في الإكساجون. طبعا نعرف مشروع الإكساجون في نيوم مشروع كبير، يعني يعتبر ما شاء الله. بعد دلاين. فحاليا ما زلنا شغالين في الإكساجون، بنية تحتية وتجهيز وكذا، سلمنا جزء منه قبل بضعة أيام أو أسبوع، ما شاء الله وعملنا كمان حتى تكريم وكذا، ما شاء الله تبارك الله. والحين لسه بنخلص المشروع، إن شاء الله ما بياخذ شهور ونخلصناها إن شاء بإذن الله. الله. ما هي أبرز الصعوبات والعقبات التي واجهت المهندس أكرم في بداية نشاطه في المملكة العربية السعودية؟ طبعا أكيد ما في رجل أعمال أو عمل ما يكون فيه صعوبات، يعني أكيد. بشكل عام. نعم. طبعا بداية ما وصلت المملكة وكذا، أول شهرين كذا عندما كنت أشتغل على منشأة نعم محلية نعم كانت قليلة من الصعاب. جيت بعدين جائحة كورونا، عارف إني وقفت كل كل الأنشطة الحركة، يعني الحركة وقفت وقفت الحياة. كامل. أيوة، فمو بس هنا، العالم كله. صحيح صحيح. فإحنا الحمد لله بالعكس ما خسرنا نعم رغم التوقف والكذا، لكن الحمد لله. الحمد لله. بعدين بداية تحويل المنشأة المحلية إلى شركة استثمارية أجنبية نعم. عندما حولنا أول فصل. مهندس أكرم، حدثنا عن رؤية 2030 ومدى تأثيرها على التجارة والاقتصاد في المملكة. الحمد لله، طبعا رؤية 2030 قد تحققت منها بعض الأشياء، صحيح. من ضمنها الزوار ما شاء الله 60 مليون زائر في خلال 6 شهور الماضية من سنة 24. صحيح. فالزوار هذا طبعا المملكة وصلت للرقم 11، يعني من الدول اللي بتجذب الزوار. نعم. فإن شاء الله قدام ما يجي 2030، وإن شاء الله إني في من المراحل الأولى نعم في مصاف العالم نعم نتمنى إن شاء الكلام الله. هذا. وبالنسبة لرؤية 2030، يعني صراحة فتحت لنا فرص عمل كثيرة، نعم من ضمنها زي ما كلمتكم نيوم وكذا. شفت مشروع نيوم يعني عملنا فيه نعم وفتح لنا فرص عمل، نعم وكمان في فرص عمل في أنحاء المملكة. بس أنا أذكر لك الحاجات مميزة. المميزة. نعم، نعم. وكل رجل أعمال شخص داعم خلف الكواليس. مين اللي كان داعم للمهندس أكرم؟ طبعا الوالد حفظه الله وظل في عمره، الله يحفظ لك. هو تعب الحين لكن الله يشفيه ويعافيه. الله يشفيه بإذن الله. هو من ساندني منذ الطفولة زي ما كلمتك، إنه كان ما يمانع أن يكون معه بجوار نعم أثناء العمل وأثناء الكذا. فالحمد لله تشجيعه وتحفيزه ما زال لحد الآن. احنا حابين نعرف انت ايش في ال5 سنوات القادمة، ايش مخطط؟ صراحة احنا مع القرارات الجديدة للاستثمار مساواة الأجنبي مع المحلي،
بتخلينا ان احنا رغم ان قد واحد مثلا انا كنت احاول اني اتوسع خارج المملكة، لكن بعد القرارات هذه خلاص اصبحت احاول اني اوسع مجالاتي داخل المملكة، ما شاء الله. نعم لاني ما بحصل بلاد امن من ذا البلاد. يعني صحيح، انا في وجهة نظري اني هذا البلاد خاصة في الشرق الاوسط هي امن بلاد نعم بغض النظر عن بعض الدول، لكن انا هذه اقتناعاتي انه صحيح. هنا في المملكة احسن بلاد واحسن مواطنين واحسن، صراحة ما شفنا منهم الا كل خير. اليوم اللي حول 9 سنوات في المملكة ما شاء الله، ما قد شفت اي شيء يأثر علي او كذا، الحمد لله. ما شاء الله. بالنسبة للمقاولات شركة جاد، عندنا المركز الرئيسي في جدة نعم، ومعانا فرع في نيو وفرع في الجنوب، ما شاء الله، يعني 3 فروع جاد. ايوه، وان شاء الله المستقبل قريب، يعني شروا بس شهور وحنا افتح فرع في الرياض ما شاء وفرع الله. في الشرقية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء فإن الله شاء الله ان احنا نكون الله يبارك نحقق في ال5 سنوات القادمة ما حققت في ال9 سنوات الماضية ان شاء الله. ما شاء الله، ان شاء الله، طبعا ان شاء الله. مهندس اكرم، حابين ناخذ منك كلمة أخيرة وشكر، ولمن تحب أن توجه هذا الشكر. والله شوف، الشكر هو صراحة بعد الله والوالدين هو لحكام هذا البلاد صراحة، للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، مهما قلنا فيهم ما نقدر نوفيهم حقهم. صحيح. فهم يعني لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لما حافظوا على البلاد هذه وعلى أمنها واستقرارها وازدهارها. مهندس أكرم، كونك من رجال الأعمال وشاب صغير في السن، ما هي النصيحة التي تحب أن توجهها للشباب؟ بالنسبة للنصيحة للشباب، ترى المجال مفتوح قدامهم وقبل يفوتهم الزمان، يعني نعم، أهم شيء يكون عنده إصرار بأنه بينجح وأنه بيحقق اللي هو يبغاه. نعم. إذا كان عنده الإصرار وكمان شغف وكمان يكون عنده عزم أو عزيمة من داخل بأنه بيوصل للهدف اللي هو يبغاه والمراد، ويكسر حاجز الخوف، هنا حيوصل للي يبغاه. أهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج رواد المستقبل، واليوم احنا ضيوف على مركز إتقان التخصصي لطب العيون. تعالوا نتشرف بالدكتور سمير ويعطينا نبذة عن مشاكل العيون وطبيعة علاجها. وصلنا للدكتور سمير جمال، المدير العام لمركز إتقان التخصصي لطب العيون، ومعنا الدكتور سمير. بداية نرحب فيك دكتور سمير، حابين نتعرف فيك منذ البداية حتى وصلت إلى هذا المستوى يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعرفكم أول شيء بنفسي، أنا الدكتور سمير علي جمال، أستاذ متقاعد في جامعة الملك عبد العزيز. ما شاء الله. من مواليد مكة المكرمة. نحن عشنا في بداية حياتنا في مكة وبعدين نقلنا إلى جدة. درست معظم دراستي الابتدائي والمتوسط والثانوي في مدينة جدة. درست الدراسة الجامعية وأفتخر بذلك من جامعة الملك عبد العزيز. أنا كنت في ثاني دفعة في كلية الطب ما شاء الله من جامعة الملك عبد العزيز ما شاء الله. فبعد ما تخرجت من الجامعة، طبعاً كان في قصور في المعلومات، فين نروح، فين ندرس، فين نتخصص، فسمعنا إنه في تدريب كويس وممكن شهاداتهم عالية في كندا، فسافرنا الحمد لله لكندا وقعدت هناك 6 سنوات.
حصلت على الزمالة الكندية في تخصص العيون ما شاء الله عام 1992 ما شاء الله. وكمان تخصصت طبعا العيون حوالي 11 تخصص. نعم. أنا أخذت تخصصين من كندا وهو تخصص جراحة الحول للكبار والأطفال وتخصص الثاني أعصاب العين. ما شاء الله. أعصاب العين هذا طبعا تخصص دقيق وقليل جدا في العالم كله ككل، بس الحمد لله أخذت في تخصص ورجعت المملكة العربية السعودية واشتغلت أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز ودرست هناك حوالي 29 سنة. ما شاء الله تبارك الله. وبعدين بعدها قررت إني أتقاعد، تقاعدت شوية تقاعد مبكر. نعم. على أساس قلت إنه خبرتي ومعلوماتي وعملي يكون متوفر لشريحة أكبر فقط المستشفيات الحكومية والجامعات. نعم. والحمد لله ربنا وفقنا. الحمد لله. وأسسنا إتقان حوالي قبل 10 سنوات. ما شاء الله. إحنا هذه السنة بنحتفل بالعشر سنة. ما شاء الله. لكن أنا حاب إنه تعطينا نبذة مختصرة عن التخصصين اللي تكلمت فيهم. يعني أنت تكلمت في تخصص الأعصاب، جراحة أعصاب العين، والتخصص الثاني جراحات الحول للأطفال الكبار. كمان في التخصص الثالث، هذا تخصص جديد أنا حصلت عليه ما شاء الله قبل 10 سنين، اللي هو عمليات تصحيح النظر بالليزر. ما شاء الله. وإتقان قائمة أساساً بلكن في الوقت الحاضر على هذا التخصص. ما شاء الله تبارك الله. طبعاً التخصصات في منها بتأخذ كورسات وترينينج، وفي منها تأخذ سنة. يعني مثلاً التخصص جراحة الحول سنة في حتى في جامعة دلهاوسي. أنا نسيت أقول إنه أنا متخرج جامعة ميغيل في كندا. ما شاء الله. وبعدين سويت تخصص الأطفال في جامعة دلهاوسي في كندا برضو. ما شاء الله. في هاليفاكس. التخصصات هذه يعني أنت عارف الطب أصبح مش تخصص واحد، يعني في التخصص في تخصص وفي جاخد تخصص تخصص. نعم. فكل ما كان كل ما تطورنا نحن كبشر. نعم. ومعلومات وعلم، كل ما زادت التخصصات الدقيقة وتخصصات الدقيقة داخل التخصص الدقيق. ما شاء الله. فيعني الحمد لله، يعني الآن تتجي في أشياء كثير، مثلا في الأعصاب، تخصص أعصاب، استشاريين متخصصين بس في الصداع النصفي. نعم. هذا الشيء ما كنا نسمع عنها زمان. هذا حقيقي. لكن هذا هو التطور. نعم. الطبيعي للعلم. نعم. الحمد لله الأمور طيبة. دكتور، كنت سمعتك تقول يعني إنه تصحيح النظر هذه عملية ما في مجال فيها للخطأ. يعني تقصد إنه ما في مجال للخطأ في تنفيذ العملية، ولا تقصد إنه عملية سهلة وما فيها أخطاء؟ لا، ما في شك إن عملية سهلة للمريض، لكن اختيار المريض يقع على عاتق الطبيب، اختيار المريض اللي يناسبه. نعم. لأنه كثير من الناس يعتقدوا إنه تصحيح النظر يعني تحصيل حاصل، يعني أي واحد يقدر يجي يسوي. نقول لهم ما هو سرق غفران. ما في تصحيح النظر، لازم الفحوصات والطبيب يقرر هل هذه العملية مناسبة ولا لا. من كل 100 نفر يجون في مركز إتقان 20 العملية ما تناسبهم. القرنية حقتهم ومحل سطح العين، محل ما نحط الليزر. نعم. ما يستحمل الليزر. فنقول للمريض كمل على نظارتك. وهذا يعني هي في النهاية العمليات تصحيح النظر عمليات يعني تكميلية لرفاهية الإنسان. نعم. يعني الإنسان لما يكون لابس نظارة طول وقته متعبة. هل هي تكلفتها عالية دكتور؟ حسب نوع التقنية. نعم. كل ما جاء كانت التقنية جديدة ومكان في سرعة في الإجراء. نعم. كل ما كانت التكلفة عالية. طيب تدينا تدرجات أسعارها دكتور؟ شوف
أرخص واحدة اسمها الليزر السطحي، لأنها هذه أقدم واحدة. نعم. وما فيها، فيها تكلفة لكن ما فيها تكلفة عالية على المركز الصحي. نعم. ويليها عملية اسمها الليزك. نعم. ويليها عملية اسمها في الأسعار يعني، نعم، هي الفيمتو ليزك، وأغلى واحدة آخر تقنية اللي هي الفيمتو سمايل. ما شاء الله ما شاء الله. ليش يا دكتور دائما بيقولوا بعد الأربعين لازم تلبس نظارة؟ هذا ربنا خلقنا كده. إيش بيحصل في العين؟ لازم في عضلة داخل العين. نعم. دحين انت لما تطالع على طول بتسوي فوكس على حاجه بعيده، ما تحتاج يعني، اذا انت انسان سليم ما تحتاج نظاره، تطالع وتشوف كل حاجه بعيده. لكن كيف يخلي، كيف تشوف انت من قريب؟ انسان طبيعي زي الكاميرا، الكاميرا فيها عدسه. نعم. بتسوي فوكس على البعيد، تسوي لك الكاميرا فوكس على البعيد. نعم. بس ما تقدر تصور بعيد وقريب في نفس الوقت. صح صح صح. العين كيف تصور، تقرا القريب؟ في عضلة جوة العين تنقبض، هذه العضلة تغير شكل العدسة الداخلية للعين. نعم. فبالتالي تقدر، تستطيع انك تقرأ. صح. لما توصل سن الأربعين، بين حدود بين الأربعين خمسة وأربعين، هذه العضلة تضعف. ماد والعدسة كمان مرونتها تصير ما هي مرنة زي ما يكون الإنسان صغير. نعم. في السن. فما تقدر تستخدم العضلة ولا العدسة الداخلية زي ما كنت تستخدمها صغير. طيب إيش علاجها في الطب يعني؟ علاجها الآن تلبس نظارة بس. إيه، في الوقت الحاضر بعد سن الأربعين. طيب يا دكتور، حدثنا عن خدماتك في المركز، إيش الخدمات اللي بتقدمها من علاج لطب العيون؟ والله نحن الخدمات كلها الحمد لله الجراحية وغير الجراحية موجودة في المركز. يعني صحيح نحن مركزين على حكاية تصحيح النظر، لكن نحن بنقوم بعمليات جراحات الحول، جراحات المياه البيضاء، جراحات المياه الزرقاء. طبعا المركز فيه مجموعة من الأطباء السعوديين المتخصصين، ما شاء الله تبارك الله. الله، السعودية أصبحت في مصاف الدول المتقدمة الأولى بعد رؤية 2030. أنت كونك طبيب وفي نفس الوقت تعتبر رجل أعمال، إيش كان تأثير الرؤية هذه عليك كبزنس مان أو كطبيب؟ ما في شك، ما في شك إنه الرؤية هذه حاجة عظيمة حصلت للمملكة العربية السعودية. نعم. في جميع الاتجاهات، وبالذات وبالذات في الجزء الطبي من الرؤية. نحن طبعا الآن بدري حنتكلم عن كل ثمارها. نعم. بالنسبة للمجال الطبي، لكن بدأنا نشوف أشياء كثير تحققت. التحول الإلكتروني الموجود، سهولة الوصول إلى المعلومة الطبية سواء من الطبيب أو من صاحب الاستثمار. نعم. سهولة وصول المريض إلى غرضه من الناحية الطبية، التكامل اللي بيصير بين المستشفيات. نعم. التحول الرقمي اللي موجود، يعني صراحة ما يقدر الإنسان يتكلم. نحن أنا أعتبر نفسنا أحسن من كثير من الدول الأوروبية الحمد لله في المجال الطبي. دكتور، من الطبيعي أنه إحنا مع دكتور زيك ناخذ نصيحة للناس عن النظر وعن الحفاظ على النظر. شوف، بالنسبة لي أنا أهم حاجة الرسالة اللي بنقولها للناس، الرجاء رجاء أطفالكم خذوهم لأطباء العيون بدري. في الدول المتقدمة الطفل ينفحص 3 مرات وهو طفل سليم. نعم. أهله ما عندهم أي مشكلة. نعم. ينفحص عمره 2 سنين، وينفحص عمره 5 سنين، وينفحص عمره 11 سنة. لا يغرك إنه والله أنا ولدي طيب بيتحرك بيشوف. الطفل يا جماعة حياته كلها متر حوالينه، فأنت كأب ولا أم ما تعرف هو كل ما يبغى حاجة يتحرك لها. طبعا. فطبيعي إنه حشوف الشيء الصغير. صحيح. أوكي، نحن ككبار نقعد كده من بعيد ونبغى نشوف الدنيا كلها.
نعم. الطفل ما يسوي كده، الطفل يغرر بينا. اهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل ببرنامج رواد المستقبل، واحنا اليوم ضيوف على شركه اعمار المباني للمقاولات والمهندس فتحي. تعالوا نشوف ايش عندهم وايش جديدهم وكيف الاستثمار في السعوديه معهم. نبدأ مع المهندس فتحي صبح السمان من شركة إعمار المباني للمقاولات. أهلا ومرحبا فيك يا باشمهندس، وحابين نتعرف عليك منذ أن بدأت وحتى وصلت إلى هذا المستوى. أهلا وسهلا بحضراتكم، وشرفتونا وسعيدين بالزيارة. أهلا بك، إحنا أسعد الله. بداية المهندس فتحي صبح السمان، مدير العام لشركة إعمار المباني للمقاولات، مصري خريج كلية الهندسة في مصر جامعة الأزهر. يعني اشتغلت الحياة العلمية تبعي والعملية، اشتغلت في شركات المقاولات في مصر ومكاتب استشارية وفي مصر، وانتقلت للعمل هنا في المملكة العربية السعودية بنفس النشاط ونفس المجال، مكاتب استشارية الهندسية وشركات المقاولات. كم قضيت خبرة في مصر يا باشمهندس؟ قبل ما اتوجه للمملكة العربية السعودية كان 7 سنوات. 7 سنوات خبرة ما شاء الله. 7 سنوات. طيب، وبدأت عام كم في المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية اشتغلت ك يعني مهندس في مكتب استشاري. نعم. من تقريبا عام 2017 ما شاء الله الى عام 2022. نعم. قبل بداية تأسيس الشركة هنا. نعم. كنت في مكتب استشارات هندسية، اخذنا منه الخبرة العملية اكتر. نعم. خبرة المملكة العربية السعودية نفسها، خبرة البلد هنا. نعم. وبعد كده بدأت باستثمارك الخاص. تم تأسيس بقى الشركة في عام 2022 بعد طبعا التسهيلات والتعديلات اللي في قانون الاستثمار. نعم. كان الموضوع مشجع أكتر. نعم. احنا يعني ننتقل لموضوع الاستثمار ونكون استثمارنا داخل المملكة العربية السعودية هنا لسهولة الاستثمار هنا. باشمهندس، أنا حاب أعرف تفاصيل أكتر يعني عن الاستثمار وكيف كان، وهل واجهت صعوبات فيه؟ اشرح لنا أدق التفاصيل في الموضوع هذا في الإنشاء. تمام. هو كان بداية الأمر كان لسه يعني خطوة مبهمة بالنسبة لنا شوية، بالنسبة لي. لكن اتبعت الخطوات الطبيعية إن أنا أسأل في وزارة الاستثمار نفسها. نعم. طبعا لقيت موظفين فاهمين الخطوات ومتعاونين جدا، كانوا معايا خطوة خطوة. ولما المركز السعودي للأعمال تم إنشاؤه هنا، يعني جمع أكتر من كل الجهات اللي بنحتاجها. نعم. في مكان واحد، ممثلين من الوزارات كلها في مكان واحد. نعم. ده سهل الموضوع علينا أكتر، وخلاص بنحتاج خدمات وزارة التجارة، الجوازات، كل شيء موجود في نفس المكان، فده سهل الموضوع أكتر وأكتر. أصبح عندنا خبرة في التأسيس. نعم. خبرة في حتى في التعديلات، لو في تعديلات على نظام التأسيس أو أي شيء. نعم. بنحتاجه. نعم. بجانب طبعا الخدمة الصوتية، طبعا ده خدمة ممتازة جدا لما بنتكلم مع الموظفين، خدمة العملاء ما شاء الله فاهمين ومعانا خطوة بخطوة لغاية ما يعني بنوصل للخدمة اللي احنا محتاجينها وفي أسرع وقت. هم يا باشمهندس الناس تقول لا والاستثمار صعب وأنا شايف العملية سهلة. هي اسهل. لا دي ده ممكن يكون فكر مش دقيق قوي، موضوع او فكر قديم شويه. طبعا هنقول كده، مش يعني مش هنقول ان هم مش فاهمين. طبعا هو لو فاهم او لو خد الخطوه. نعم. هيعرف قد ايه الموضوع سهل. الموضوع بقى ميسر جدا من زمان. طيب باشمهندس، هل صحيح انه في مبالغ انت لازم تدفعها، مبالغ كبيره علشان تكون مستثمر؟ لا خالص. هو طبعا كل استثمار، كل نوعية استثمار بتختلف عن الثانيه. في طبعا لازم يبقى في تاسيس، لازم ده خلاص انت بتدفع لنفسك مش. نعم. بتدفع للدوله. نعم. في ترخيص على حسب بقى انواعها، في ترخيص خدمي صناعي على حسب الترخيص المستهدف. نعم. انت بتمشي حسب الشروط واللي نظمتها وزارة الاستثمار، ودي طبعا زي ما قلت لحضرتك بنقدر نحصل عليها بسهولة، يا إما من الموقع الرسمي تبعهم، يا إما من موظفين خدمة العملاء، يا إما من مركز سعودي للعمل نفسه. يعني في 3 جهات موثوقة وكلها بتأدي نفس الخدمة ما شاء الله. تمام.
ما شاء الله. باش مهندس انت جيت للمملكة العربية السعودية في 2017؟ لا قبل 2017. قبل 2017. في 2015. 2015 يعني انت بدأت او جيت السعودية قبل حتى فكرة 2030. مظبوط صح. طيب بما انه انت جيت في الفترة هذه، انا حاب تشرح لي وضع المملكة العربية السعودية قبل الرؤية. لا مختلف تمام. هيا اشرح لي. لا لا مختلف، كانت يعني كان يعني الامر نمطي شويه. كان الامر شويه مقفل. نعم. يعني شويه اصبح فيه بعد كده انفتاح، بقى فيه رؤيه، بقى ليها اهداف. نعم. اهداف واضحه، وكلنا يعني لما قرانا الرؤيه ولقينا الاهداف دي بتتحقق على الارض خلاص عرفنا ان ده مش حبر على الورق، ده دي نعم. رؤيه فعلا هتتنفذ وماشيين بخطه ثابته فيها. صحيح. بالفعل ولقينا فيها فعلا اشياء لمسناها بايدينا بالفعل. نعم. منها اللي انا لمسته عن طريق الشخص يعني اللي هو فكره الاستثمار. نعم. الاستثمار داخل المملكه العربيه السعوديه كان الامر اسهل يعني بكتير من دول تانية، وتسهيلات ممتازه ويعني شيء يعني اكتر من كان من اللي احنا كنا متوقعينه اساسا. نعم. اصبح انت يا باشمهندس عاصرت قبل الرؤيه وبعد الرؤيه. طبعا كانت التعاملات ورقية نسبة طبعاً. كبيرة منها، واللي ساهم برضو اللي ساهم في نجاح الموضوع الاستثمار بوجه الخصوص وان شاء الله في موضوع الرؤية. نعم. الحكومة الالكترونية. نعم. ده شيء يعني بصراحة يعني المملكة العربية السعودية سابقة فيه، واخدة خطوة فيه سابقة بطريقة أذهلتنا كلنا. نعم. شيء يعني بصراحة يعني وفر علينا وقت ومجهود وتكاليف. نعم. يعني وفر علينا كتير جدا. كل شيء بتعمله أنت يا من الجوال يا من يا تليفونك يا لابتوبك، يعني ما يحتاج يعني تليفوناتي. خلاص وفر علينا وقت، وفر علينا وقت. ده طبعا وقت طبعا مهم. طبعا 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 اهم شيء يعني وفر عليك وقتك ان انت تشتغل احسن في ما في في البيزنس تبعك. طيب بما انك باشمهندس انت الان مستثمر في السعوديه ما شاء الله تبارك الله، حدثنا عن اعمالك ومشاريعك الخاصه في شركه اعمار المباني. طيب احنا حاليا بنشتغل في مشاريع البناء. نعم. بكل ما يشملها. نعم. تمام. بنشتغل في العظم، بناء العظم، الخرسانات وكده، والتشطيب طبعا. نعم. طبعا التشطيب بيختلف من عميل لعميل على حسب على حسب يعني رؤيته، مثلا هو عايز يشتغل. نعم. بتشطيب بشكل عملي احنا بنشتغل بكل انواع التشطيب اللي احنا على حسب رؤيه العميل. ده بالنسبه لقسم الانشاءات. في نعم. قسم تاني عندنا اللي هو قسم السلام. قسم السلام ده طبعا اصبح شيء مهم لأبعد الحدود حقيقي. قسم السلامة طبعا احنا بنساهم في القسم ده، في رسالة أصلا إنسانية في الموضوع. طبعا قسم السلامة بيحمي الأرواح والممتلكات، فهو جزء أساسي زي يعني لازم يكون موجود في المباني. تمام. واحنا بنحرص ان احنا بنعمله بأعلى جودة. تمام. احنا في القسم ده بنبقى شركاء للدفاع المدني في مهمته، بنسهل عليه مهمته، لان قسم السلامه لما بيكون انظمه السلامه فيها ممتازه على اعلى جوده بيقلل الخسائر في الارواح، بيقلل الخسائر في الممتلكات، بجانب طبعا الجوده في البناء نفسه اللي هو البدايات نفسه، العظم والتشطيب. فكل ده احنا عملناه يعني زي تكامل كده لكل شغلنا مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب باشمهندس ايش المشاريع القائمه على ارض الواقع الان في شركه اعمار المباني؟ حاليا في مشاريع عماير سكنيه. نعم. موجوده معنا، وفيلا خاصه ممكنين. نعم. نعم ما شاء الله. وفي طبعا قسم بقى السلامه في مستودعات لوجستيه طبعا فيها ما شاء الله بنركب فيها. نعم ما شاء الله. انظمه السلامه المختلفه على حسب انواعها، حسب بقى المخططات، وحسب بنمشي طبعا طبعا كود البناء السعودي. نعم ما شاء الله. يعني ملتزمين بكود البناء السعودي وتحت اشراف مكاتب استشاريه برضو بتشرف علينا. رائع. تمام. بس بنكمل التكامل الدائره اللي ما بين المالك، المكتب الاستشاري، شركه المقاولات اللي واحده. نعم. تمام. باشمهندس هل لكم اعمال مع الدوله ولا لا زلتم لحد الان ما عملتم مع الدوله؟ هو ده ان شاء الله هدف مستقبلي. نعم. احنا بنركز فيه، بنركز على التصنيفات. احنا طبعا حاليا احنا تصنيف درجه ثانيه ما شاء الله، فضلنا في تصنيف الدرجه الاولى
قريبا ان شاء الله. باذن الله. فاحنا يعني ان شاء الله ده في خطتنا الجايه ان احنا نشتغل مع مشاريع مهمه، وخصوصا ان في مشاريع الدوله داخله عليها كبيره، ولازم صحيح. نكون مستهدفين ان احنا نكون جزء منها كده. طبعا طبعا، خصوصا بعد ما المملكه العربيه السعوديه خدت كاس العالم. نعم. 2034. ايوه يعني بصراحه بيفتح في طفره في طفره في مجال نعم. البناء وكده. نعم. باشمهندس ايش بتعتمد على مشاريعك؟ يعني في الحقيقه المملكه العربيه السعوديه فيها شركات مقاولات كثير، وكمان فيها اسامي كبيره من المقاولين، لكن انت كشركه اعمار ايش يميز اعمالك؟ هو التحدي ان احنا نلاقي مكان وسط الشركات اللي ليها اسم كبير. نعم. ده تحدي كبير جدا، فاحنا مركزين على ان شغلنا هو اللي يتكلم عنه. يا سلام. هو يا سلام. الفريق الفني اللي معانا نعم. هو تم اختياره على اعلى مستوى من الحرفيه ما شاء الله، واحنا مخلين يعني مركزين شويه على ان جوده عملنا هي اللي بعد كده تخلي اسمنا عالي، ناخد نعم. نحجز لينا مكان وسط طبعا الشركات الكبيره اللي موجوده حاليا. طبعا كل شيء يعني كل شيء بيبدا صغار بعد كده بيكبر. طبعا طبعا. احنا يعني احنا ماشيين بخطى تقليلا حتى لو في شركة اكيد اعمار النبالي متفهم هو، بس احنا واخدين ماشيين على خطى ثابته تمام بتكون صحيحه. نعم. بعد كده النتيجه احنا ان شاء الله ضامنينها، احنا متاكدين من شغلنا. مبدئيا انا اهنيكم انكم اصلا وصلتوا للمشاريع هذه وبالتقنيه هذه وبالحرفيه هذه. وكمان حابين نتوجه مره ثانيه ل 2030 يا باشمهندس. طبعا. يعني انت اليوم بتشتغل، ايش انعكاس هذه الرؤيه على اعمالك انت؟ صحيح. هي عموما رؤية 2030 هي يعني ما قبل الرؤية غير ما بعد الرؤية. نعم. تماما نعم. حتى في التسهيلات، حتى في جودة المشاريع، حتى يعني كود البناء السعودي هو نتيجة طبيعية للرؤية. نعم. وده طبعا أثر تأثير مباشر في جودة البناء، هو من ضمن أساسا توجهات الرؤية نفسها هي جودة البناء المستدام. نعم. يعني مش أي مباني بس، لا هو كل طبعا في تحديثات بتيجي على حسب الرؤيه برضو، لكن جوده البناء مش بس البناء، جوده البناء ويكون بناء مستدام يوفر الطاقه. نعم. فده بيخدم اصلا رؤيه المملكه 2030. نعم. في عدم الاعتماد اصلا على عدم الاعتماد على مثلا مصدر نعم. واحد. طبعا في طبعا توفير الطاقه صحيح. يعني بيبقى البناء يعني مستوفي كل الشروط تمام اللي تخدم الرؤيه، ودي طبعا ان شاء الله دي حاجه مراعينها ان شاء الله في المستقبل في البناء تبعنا باذن الله. باشمهندس كلنا نعرف انه وراء كل رجل اعمال شخص خلف الكواليس بيكون سبورت وداعم له. اكيد. مين الشخص اللي كان داعم للمهندس فتحي؟ والله الحقيقه هم عده اشخاص، يعني مش شخص واحد، هو طبعا في البدايه والدي ووالدتي وزوجتي اكيد. نعم. يعني طبعا اتحملت معنا جزء طبعا من الضغط اكيد طبعا اكيد. بجانب ده مش عمل فردي. نعم. اللي انا فيه ده مش عمل فردي ابدا، هو نتاج شغل وجهد فريق فني محترف. نعم. تمام. هو المجهود كله كان متوزع علينا، وهو اللي ساعدني، الفريق الفني ده اللي ساعدني ان احنا نوصل لاحترافية الأعمال اللي احنا بنقوم بيها. ما شاء الله. فلا ما أبدا عمرها ما كانت عمل فردي أبدا، لازم فريق. ما شاء الله. فريق فني ده. أهنيك. شكرا. وأهني فريقك عليك حقيقي. طبعا. أهني فريقك عليك. باشمهندس دائما المستثمر بيبحث عن بيئة خصبة، وبيبحث عن الأمن والأمان واللي هي أساس للعمل. فأنت إيش رأيك في الموضوع هذا؟ هو طبيعي طبيعي المستثمر بيدور على بيئة آمنة عشان يستثمر فيها. بدون الاستقرار والامان مفيش استثمار صحيح، ومفيش تطوير للاستثمار، ومفيش مفيش ضخ للاستثمارات الجديده. نعم. ولا تطوير للاستثمارات الحاليه سواء كانت استثمارات اجنبيه او وطنيه حتى. نعم. يعني حتى الاستثمارات الوطنيه مش هيكون فيها يعني تطوير بدون امن واستقرار للبلد. نعم. فالحمد لله الامن والاستقرار متوفر يعني بصوره مستمره في المملكه العربيه السعوديه، واحنا امنين للعمل هنا فيها، وامنين على نفسنا، وامنين على بيوتنا وعلى اموالنا.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل في رحلة جديدة من برنامج رواد المستقبل من داخل مدينة جدة، من داخل فندق لؤلؤة الصفا. تعال نشوف. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل في رحلة جديدة من برنامج رواد المستقبل من داخل مدينة جدة، من داخل فندق لؤلؤة الصفا. تعال نشوف. في البداية أهلا وسهلا فيك أستاذ، حابين نتعرف أكثر عليك. أهلا وسهلا، حياكم الله، شرفتونا والله يحييكم. معك طيام بن عتيق بن حميد السلمي، مالك مؤسسة الفارس المتميز للتطوير العقاري، ومالك مؤسسة الفارس المتميز للمقاولات العامة، ومدير فندق لؤلؤة الصفا للشقق المخدومة. وحياكم الله. مرحبا. أهلا بك أستاذ. أهلا. ما الذي ألهمك في الدخول في مجال الفراغ؟ بصراحة تم الاجتماع مع أخواني، لأن إحنا شركاء في هذا النشاط، وقرأنا السوق ومتطلباته واحتياجاته، ورأنا أن التوجه للشقق والفنادق هو المجال الصحيح في هذا الوقت بالذات. فعلا. فالحمد لله احنا منذ سنتين بدينا في هذا المشروع، وتم الانتهاء الان الحمد لله من المشروع هذا اللي احنا موجودين فيه. والان الحمد لله عندنا مشروعين هتنتهي خلال الاشهر القادمه، وسيتم افتتاحها ان شاء الله القادمه تجربة ان شاء الله باذن الله. كيف بدا رحلتك في مجال التطوير العقاري؟ البدايات كانت جدا بسيطه جدا بسيطه. أول ما بديت تسويق على العقار، كيف طريقة سوق العقار، هذه بوابة دخولي للمجال العقاري. وتسوقت بعدين عرفت وين اتجاهنا واتجاه البوصلة الصحيح، فاتجهنا للتطوير العقاري ومن ثم للمقاولات العامة، والحمد لله الآن احنا بدينا في الفنادق. الحمد لله. ما هي الفكرة التي طرقت في بالك في الدخول في مجال الفنادق بصفة أساسية؟ التوجه بشكل عام، استقطاب السياحة، الدولة ولله الحمد وفرت كافة الإمكانيات للشباب والمستثمرين، والحمد لله يعني الباب مفتوح، وحنا إن شاء الله يعني قادمين وبقوة في هذا النشاط، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتك في الدخول في هذا المجال؟ الحمد لله احنا في بلد خير وبلد نعمة، والواحد إذا مشى الطريق الصحيح وكان عنده عزيمة وكان عنده قوة هينجح بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولا نواجه الحمد لله من الصعوبات شيء، يعني ما في مشروع الواحد يدخل فيه إلا يجيب بعض العقبات البسيطة، ولكنها تنحل في نفس الوقت ولله الحمد، ما في أي شيء يعيقنا ولله الحمد. الحمد لله. كيف تكون العلاقة بينك وبين الموظفين في الفندق؟ والله إحنا كفريق واحد، هدفنا واحد، اللي عنده معلومة ناقصة شيء ما يعرفه إحنا متساعدين، يعني إحنا كفريق واحد. أنا الآن أتعامل مع الموظفين لدينا سواسية، كفريق واحد، هدفنا واحد، نجاح منشأتنا وهذا الفريق، والحمد لله توفقنا في الموضوع هذا. الحمد لله. ما هي الخدمات التي يقدمها ويقوم عليها الفندق؟ طبعا خدمات الفنادق تسكين، استقبال الزوار. طبعا الفنادق كما ما تخفى على الجميع انها هي واجهة للبلد، فاحنا نبذل قصارى جهدنا ان نطلع بشكل مشرف لمؤسستنا ولمشاريعنا وقياداتنا ودولتنا ولله الحمد. ما هي رؤيتك المستقبلية لمجال الفنادق في الوقت الحالي؟ برأيي
برأيي أن التوجه الصحيح الآن التوجه والعمل بإنشاء مشاريع فندقية، لأنها أرى أن فيها خير كثير، وأن التوجه لها يزيد الشخص قوة، ونسأل الله التوفيق. أنا كعميل لديك، كيف يتم استقبالي داخل الفندق؟ طبعا احنا عندنا الفندق، أول ما أحد يدخل نقدم له قهوة السعودية مع التمر، هذه كضيافة أثناء دخول الفندق، هذه من يوم فتحنا، وهذا شيء يعني مفروغ منه. ثم وبعد كذا يتجه إلى الاستقبال، يسجل البيانات، تفضل للوحدة حقته، والله إيه. كيف تتعامل مع المنافس في نفس المجال؟ طبعا احنا ننافس أنفسنا، ما في تنافس مع أي أحد، يعني احنا ننافس أنفسنا، وحنا نشوف الأشياء الجديدة، التطورات الجديدة اللي تضيف لنا شيء بشيء، يعني لو شفنا يعني حاجة ما يعني جديدة علينا عند أحد، ما هي مشكلة يعني احنا وانها تفيدنا وتحسن سمعتنا وتحسن صورتنا وتفيد العميل، احنا على طول نلبيها ونجهزها. ما هي أسرار نجاحك في مجال الفنادق؟ والله أول شيء توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا سبب النجاح أولا والأخير. ثاني شيء العزيمة والوقوف على الشغل بنفسك، غالبا يعني الواحد إذا تابع شغله بنفسه بإذن الله سبحانه وتعالى هينجح فيه بإذن الله. ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها لمن يريد الدخول في هذا المجال؟ طبعا المشروع كمشاريع فندقية يعني بإذن الله سبحانه وتعالى أنها يعني مربحة بشكل يعني برأيي، ممكن رأيي بسيط وهذا، أن يعني الآن من أفضل المشاريع، من أفضل المشاريع الآن الواعدة أنها تكون الشقق الفنادق، يعني الشقق الفندقية هي من أفضل المشاريع اللي يعني فيها خير بإذن الله سبحانه. أستاذي هذا السؤال شخصي نوعا ما، كيف توازن بين حياتك الشخصية وحياتك المهنية؟ طبعا يعني الشخص لازم أوقات العمل وبشكل عام، ترى يعني بالنسبة لأصحاب الشغل وأصحاب التجارة ترى يعني غالبا ما يكون الواحد حتى لو في أثناء إجازته فأقل حاجة جوالي يرد عليه. فعلا طيب. فالحمد لله الدنيا يعني أخذ وعطاء وماشي الحال والحمد لله. ماذا تعني لك رؤية 2030؟ اللهم لك الحمد، إحنا في ظل قيادة حكيمة نقلت البلد نقلة عظيمة، والحمد لله يعني كل سنة إحنا أفضل من السنة اللي قبلها، وإحنا نطمح وإن شاء الله إحنا متفائلين بالخير القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، بظل قيادتنا الحكيمة، بظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وظل سيدي محمد بن سلمان الله يحفظه، المملكة إن شاء الله قادمة وبقوة، وإن شاء الله إحنا كشباب متفائلين خير كبير الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. ماذا تعني لك نعمة الأمن والأمان داخل المملكة؟ الحمد لله، بالنسبة إحنا متميزين كثير من الدول، إن الحمد لله الواحد في نعمة لا بعدها، نعمة نعمة الأمن، نعمة الرخاء، رغد من العيش، الحمد لله إن في ظل القيادة في بلاد الحرمين الشريفين نعمة، مهما سجدنا لله شكرا فقليل فيها، إن في نعمة عظيمة سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، نسأل الله أن يديم عليك. الحمد لله. تفاصيل موقع الفندق. طبعا احنا الان فندقنا في حي الصفا، لؤلؤة الصفا في حي الصفا شارع الشاكلي. اعزائي المشاهدين للتواصل ستظهر الارقام والعناوين اسفل الشاشه. فيكم استاذي، نترك لك رساله شكر تقدمها لقاده هذه البلاد العظيمه. نسال الله ان يطول في اعمارهم وان يحفظهم لهذه البلد وان يعزهم، ونسال الله التوفيق للجميع باذن الله سبحانه وتعالى.
من برنامج رواد المستقبل أوجه خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد سمو الأمير محمد بن سلمان وقادة هذه البلاد العظيمة. أود أن أوجه الشكر للأستاذ عطيان عطيق السلمي مالك مؤسسة الفارس المتميز للتطوير العقاري ومؤسسة الفارس المتميز للمقاولات العامة ومدير فندق لؤلؤة الصفا على تواجده معنا. أعزائي المشاهدين، قد وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج رواد المستقبل. انتظرونا كل جمعة وسبت. دمتم ودام الوطن. بألف خير. شكرا لكم.